دورة إدارة الموارد البشرية HR Human Resource Management مدرب المهارات معاذ الشحمه. يجب بأنظمة العمل عالية الأداء. شو هي أنظمة العمل عالية الأداء؟ هي المؤسسات التي لديها أفضل طريقة ممكنة في بين النظام الاجتماعي أشخاص وكيفية تفاعلهم والنظام الفني اللي هو إدارة العمليات. أنظمة العمل عالية الأداء هي لديها أفضل طريقة ممكنة بين النظام الاجتماعي وبين النظام الفني. من الأشخاص من آلاف المعدات، الأشخاص من الجنبات كيف تفاعلهم والمعدات والعمليات. العاملين في مجال المعرفة من الموظفين الذين يتمثل مساهمتهم في تأسيس مؤسسة المعرفة المتخصصة مثل معرفة العملاء أو العملية أو المهمة. تمكين الموظف كمان موضوع مهم. شوف تمكين الموظف، تمكين الموظف هو إعطاء الموظف المسؤولية والصلاحية لاتخاذ القرارات المتعلقة بجميع جوانب تطوير المنتج وخدمة العملاء. اللي تكلمنا عنه اللي هي الصفات العليا المطلوبة اللي هي صنع القرار واتخاذ القرار وحل المشكلات. بيجي هون موضوع تمكين الموظف اللي هو إعطاء الموظف المسؤولية والصلاحية لاتخاذ القرارات المتعلقة بجميع جوانب تطوير المنتج وخدمة العملاء.